السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي تحت إشراف البوابة اللجنة للتعليم الإلكتروني التابعة لمؤسسة واحات التقنية، الحصة 22، الموضوع الطاء والظاء. أهم قوانين التعلم عن بعد: الدخول للحصة الافتراضية في الوقت المحدد، الجلوس بطريقة مريحة وعدم ترك الحصة أثناء الدرس، تجهيز الكتاب المدرسي والأدوات اللازمة، إغلاق المايك والكاميرا حتى لا يحدث تشويش للصوت، رفع اليد وأخذ الإذن للمشاركة. ماذا سنستفيد من درس اليوم؟ التعرف على شكل حرف الطاء وحرف الظاء وطريقة كتابتهما في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، الطاء والظاء ونطقهما مع مختلف علامات التشكيل، الحروف المفخمة والحروف المرققة. نتعرف على اسمي الإشارة للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة. أول حصة كما سبق مراجعة للحروف التي تم دراستها من الحصة الأولى إلى الحصة الماضية. حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء، حرف الدال، حرف الذال، حرف الراء، حرف الزاي، حرف السين، حرف الشين، حرف الصاد، حرف الضاد. اليوم حرف الطاء وحرف الظاء. هذا شكل حرف الطاء وهذا شكل حرف الظاء، متشابهان في الكتابة الفوق في النقطة على حرف الظاء. أخط طريقة كتابة حرف الطاء في أول الكلمة، في وسط الكلمة متصل من الجهتين، في آخر الكلمة متصل بالحرف الذي يسبقه، في آخر الكلمة منفصل أو لما بكتبوه بشكل مفرد. حرف الظاء نفس طريقة الكتابة، هذا حرف الظاء في أول الكلمة، حرف الظاء وسط الكلمة، حرف الظاء في آخر الكلمة متصل بالحرف الذي يسبقه، حرف الظاء حرف الظاء مفرد غير متصل بالحرف الذي يسبقه في نهاية الكلمة. حرف الطاء وحرف الظاء مع الحركات القصيرة، نبدأ بالفتحة. طماطم، طماطم، طاء فتحة طاء، طماطم، طماطم. ظبي، ظبي، ظا فتحة ظا، ظبي، ظبي مع الكسرة. طفلة، طفلة، ظا كسرة طي، طفلة، طفلة. ظل، ظل، ظا كسرة ظي، ظل، ظل.
الضمة طيور، طيور ط ضمة طيور، طيور ظهر وقت الظهر، ظهر ظهر ذو ضم ذو ظهر ظهر. مع الحركات الطويلة نبدأ بالمد بالألف، قطار قطار، ط قطار قطار. منظار منظار، ظ منظار منظار. المد بالياء، طين طين، طين طين. حظيرة حظيرة، ظي حظيرة حظيرة. المد بالواو، طوب طوب، طوب طوب. محظوظ محظوظ محظوظ. ناجح وفايز بالترتيب الأول، ذو محظوظ محظوظ. وتوا نتعرف على حرف الطاء الساكن وحرف الظاء الساكن. وطواط وطواط. وعندنا قاعدة ثابتة قلنا الحرف الساكن لا ينطق منفرد، ينطق مع الحرف السابق له. وط وط وطواط وطواط. أظرف أظرف، أظ أظ أظرف أظرف. مع الشدة، وقلنا الحرف المشدد عبارة عن حرفين متماثلين، الأول ساكن والثاني متحرك. قطة قطة، ننتبه لنطق حرف الطاء، قطة قطة. قطة قطة. نظارة نظارة، نظ نظ نظارة نظارة. حرف الطاء وحرف الظاء مع أنواع التنوين الثلاثة، التنوين بالفتح والتنوين بالكسر والتنوين بالضم. وقلنا التنوين دائما نكرر عبارة عن نون ساكنة زائدة تظهر في آخر الكلمة في النطق ولا تظهر في الكتابة. ننتبه لطريقة قراءة الكلمات في التنوين، حرف الطاء بالتنوين وحرف الظاء بالتنوين. خيطا، وقلنا التنوين دائما يأتي في آخر الكلمة، دائما التنوين يأتي في آخر الكلمة. وقلنا التنوين بالفتح في أغلب الحروف يتبع ألف التنوين. خيطا خيط خيط. عندنا البنت هذه مستيقظة في الصباح، نبي نشوف كلمة استيقاظ اللي نهايتها حرف الظاء
استيقاظا استيقاظ استيقاظ. إذا نطقنا حرف الطاء مع أنواع التنوين الثلاثة وحرف الظاء مع أنواع التنوين الثلاثة، ولاحظنا النون الساكنة اللي تظهر في آخر الكلمة. اليوم عندنا هذا وهذه، سبق وخديناهم في درس المذكر ودرس المؤنث، وخديناهم في أسماء الإشارة. قلنا هذا اسم إشارة وهذه اسم إشارة. اليوم بنزيد معلومات عن هذين الاسمين. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، هذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة. ننتبه للتعريف هذا ونلاحظ مع الكلمات اللي تو بناخدوها الفرق بين هذا وهذه. هذا قطار، هذا قطار. إذا كلمة قطار اسم مذكر اسم مفرد مذكر، صحيح اسم مفرد مذكر. هذه قطة، هذه قطة. إذا اسم قطة اسم مفرد مذكر مؤنث. خيط، هذا خيط. هذه مظلة، هذا ظفر، هذه محفظة. هذا قطار، هذه قطة. هذا خيط، هذه مظلة، هذا ظفر، هذه محفظة. إذا كلمة أو اسم هذا اسم إشارة للمفرد المذكر، واسم هذه اسم إشارة للمفردة المؤنثة. أنطق، نقرأ الكلمة، عندنا كلمتين وفي نفس الوقت بنراجع المفرد والجمع وبنراجع القراءة المقطعية. كلمة، الكلمة الأولى طبيبة، طبيبة. ط بي ب تن طبيبة، طبيبة. طبيبات، ط بي ب تن طبيبات، طبيبات. طبيبة مفرد، طبيبات جمع. أنطق، ظرف، ظرف. ظرف، ظرف، ظرف. ظرفان، ظرف. ظرفاني، ظرفاني، ظرفان. إذا هنا قرينا الكلمتين وراجعنا المفرد والمثنى. أنطق وأميز، ننتبه لقراءة الكلمات وطريقة نطق حرف الطاء أو حرف الظاء في هذه الكلمات. طالب، طالب. ظاهر، ظاهر. يطير، يطير. عظيم، عظيم. عطوف، عطوف. منظور، منظور. أنطق وأميز، ص س ض د ط ت ظ ذ
لاحظوا الحروف في العمود الأول ص ظ ط ظ، العمود الثاني س د ت ذ. الحروف في العمود الأول يقولولها حروف مفخمة. شو معنى مفخمة؟ التفخيم هو تسمين صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى الحرف ص. العمود الثاني س د ت ذ بالعكس يقولولها حروف مرققة. شو معنى الترقيق؟ هو تنحيف صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى الحرف س. إذن العمود الأول حروف مفخمة، العمود الثاني حروف مرققة، ومع تكرار النطق ننتبه ونلاحظ ونميز النطق، الفرق في النطق بين الحروف المفخمة والحروف المرققة. أقرأ، ننتبه للقراءة. باء 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 باب ناء 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 نار داء 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 دار تي 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 تين باب باب نار نار دار دار تين تين طي 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 طين بو 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 بوق سوء 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 سوق تو 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 توت طين طين بوق بوق سوق سوق توت توت. اكتشف الحرف الممدود. سور سور. الحرف الممدود حرف السين ممدود بالواو. دروس. الحرف الممدود حرف الراء ممدود بالواو. لذيذ. الحرف الممدود حرف الذال ممدود بالياء. ذراع. الحرف الممدود حرف الراء ممدود بالألف. توت. الحرف الممدود حرف التاء ممدود بالواو. تين. الحرف الممدود حرف التاء ممدود بالياء. طين. الحرف الممدود حرف الطاء ممدود بالياء. ذباب. الحرف الممدود حرف الباء ممدود بالألف. ثوم. الحرف الممدود حرف الثاء ممدود بالواو. ديك. الحرف الممدود حرف الدال ممدود بالياء. دار. الحرف الممدود حرف الدال ممدود بالألف. كتاب. الحرف الممدود حرف التاء ممدود بالألف. بنراجع الحروف اللي خدناها كلها من أول حصة إلى حصة اليوم. حرف الألف، وننتبه لنطق اسم الحرف بصورة صحيحة.
حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء، حرف الدال، حرف الذال، حرف الراء، حرف الزاي، حرف السين، حرف الشين، حرف الصاد، حرف الضاد، حرف الطاء، حرف الظاء. عندنا تمارين بسيط في نهاية الحصة، أضع دائرة حول الاسم المناسب. عندنا اسمين، اسمي الإشارة هذا وهذه، بنشوف الاسم المناسب للصورة بنضع عليه دائرة. الأولى عندنا صورة خيط، هذا خيط أو هذه خيط؟ نعم، الإجابة الصحيحة هذا خيط، مفرد مذكر. الصورة الثانية، نعم الإجابة الصحيحة هذه، هذه ريشة، هذه ريشة، مفرد مؤنث أو مفردة مؤنثة. نعم الإجابة صحيحة، هذه مسطرة، مفرد مؤنث. إجابة صحيحة، هذا سرير، مفرد مذكر. كملنا حصة اليوم، نشاط اليوم ونشاط كل يوم، دائما لما بنراجع مادة اللغة العربية ننتبه للنقاط التالية. ابحث عن كلمات بالحروف التي تم دراستها، راجع نطق الحروف التي تم دراستها مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة، لاحظ أسماء الأشياء من حولك وتعرف عليها هل هي أسماء مذكرة أو مؤنثة، راجع المفرد والمثنى والجمع، ابحث عن كلمات بها شدة وانتبه لطريقة نطق الحرف المشدد، ابحث عن كلمات بها تنوين وانتبه لطريقة نطق الحرف المنون، تدرب على تفكيك كلمات إلى مقاطع صوتية. بارك الله فيكم، في أمان الله.